إيقاع العودة. كانت ضربة البداية لمهرجان صفاقس الدولي باحتفال وسط المدينة للإعلان عن البرمجة وإبهاج المتسكين الذين اشتاقوا لمدارج المسرح الصيفي. صار نجاح كبير وعجبنا برشا، فردنا بعد الواحد اللي مات الكل كان الحوايج الخايبة. والله يا صاحبي هذا يا شيء يفرح ويزيد يفرح، يدخل الفرحة لقلوب التوانسة، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله يعاونوا التوانسة في الفرحة ونحي لهم شوية حزن وشوية واحد وهموم الدنيا. هي إجمالا يعني كل العروض الكبرى يعني الموسيقية صارت مش تكون في المسرح الصيفي بسيدي منصور، وهذا يعني حدث هام في جيل صفاقس، لأنه سنة بعد سنتين من الانقطاع نعود إلى هذا المسرح. بالنسبة إلى الرؤية العامة يعني المهرجان، أنه مش ماشي يشتمل فقط على سهرات موسيقية كبرى، وإنما يشتمل أيضا على تظاهرات مفتوحة سميناها تظاهرات الفضاءات المفتوحة، وهذه تظاهرة من جملة التظاهرات الفضاءات المفتوحة. والله أول مرة نشوف الجو هذا في صفاقس، ما كناش متعودين به، واللقاء هذا فريمون والله شيء يعمل كيف، وإن شاء الله هذه بدر طيبة على الأقل سنة مهرجان صفاقس يرجع كالإشعاع متاعه متاع قبل، وما تعرف الظروف اللي مرت عليه، وإن شاء الله يكون البرنامج تاعه زاد ثري ومتنوع. العرض تحفون مهرجان إن شاء الله ديما أحسن فأحسن. حبينا تكون المصافحة مباشرة مع الجماهير الصفاقسية، وعلى أساس أنه الناس تعرف كونه ثم مسرح صيفي السنة باش ينشط في ضمن مهرجان صفاقس الدولي. صحيح هو ثم بعض الصعوبات، ولكن قاعدين نحاولوا أن نتجاوزوها، لأنه كما تعرف المهرجان الانطلاقة الفعلية متاعه نهار 17 جويلية معناتها تو، وبالتالي ما عادش باش نحكيو على الصعوبات، يلزمنا نخدموا بالإمكانيات الموجودة اللي عندنا. أجواء تعددت فيها الألوان من الشعبي إلى الغربي إلى الوتري أضافت حيوية لوسط المدينة، كالحيوية التي أضافها منظمو الملتقى الثاني للمالية الإسلامية بزيارتهم من أجل دعم المهرجان والحث على السياحة الثقافية. والله ما ثماش مش بعيد على بعضه، يعني ملتقى الزكاة دعم للبلاد، وملتقى ودعم مهرجان دعم صفاقس وأيضا دعم لتونس. بداية مبشرة وبرمجة محترمة رغم النقائص وقلة الدعم، يرجو أبناء الجهات والمنظمون التغلب عليها وإعادة البريق لمهرجان صفاقس الدولي.